بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرساله سوف نتكلم عن التحكم بالوصول الفيزيائي للشبكه التحكم بالوصول الفيزيائي للشبكه تنفيذ التحكم بالوصول حيث ان التحكم بالوصول هو جزء مهم واساسي في الحماية الفيزيائية حيث من خلالها يتم حماية الموقع من التسلل والوصول الغير مصرح به الى الاجهزة الشبكية ولتحقيق ذلك يوجد لدينا عدد من العناصر لاداء ذلك ويعني نستطيع تقسيمها الى قسمين رئيسيين القسم الاول اللي هي الحواجز الفيزيائيه القسم الثاني اللي هي البايوميتريكس او القياسات الحيويه نبدا مع الحواجز الفيزيائيه الحواجز الفيزيائيه وهي جزء مهم في الحمايه الامنيه الفيزيائيه حيث يتم استخدام الحاجز الفيزيائي لمنع الوصول الغير مصرح به الى اجهزه الكمبيوتر والاجهزه الشبكية وتزداد فعالية طبعا فعاليتها كل ما زاد عدد الحواجز المادية او الفيزيائية للوصول الى الاجهزة مما يصبح لدينا ما يعرف بنظام الحواجز المتعددة ومن الناحية المثالية ينبغي ان يكون لديك ما لا يقل عن ثلاثة حواجز امنيه فيزيائيه الحاجز الاول هو المدخل الخارجي للمبنى ويشار اليه الى محيط المبنى والذي يتم حمايته من خلال اجهزه الانذار ضد السرقه والجدران الخارجيه المتمثله في السور وكاميرات المراقبه كذلك كشك الامن وما الى ذلك من الحمايه الخارجيه للمبنى الحاجز الثاني وهو المدخل الذي يؤدي الى الدخول الى المكان الذي تقع فيه اجهزه الكمبيوتر واجهزه الشبكه حيث يتم وضعها خلف باب مغلق والذي يتم فتحه من خلال كرت ممغنط أو مفتاح الحاجز الثالث وهو للدخول على أجهزة الكمبيوتر نفسها وأجهزة الشبكة بشكل عام وذلك من خلال كبائن الاتصال للأجهزة الشبكية ودواليب لأجهزة الكمبيوتر ويمكننا تأمين كل حاجز من هذه الحواجز الفيزيائية بشكل فردي ومراقبتها وحمايتها مع أنظمة الإنذار مع العلم أن هذه الحواجز لم تقوم بإيقاف الغير مصرح لهم بشكل نقول نسبة 100% ولكنه يقلل من التسلل بشكل كبير كذلك عند محاولة التسلل فعندها نقوم بجعلها طبعا لما يحصل عملية التسلل مع وجود هذه الحواجز فإن عملية التسلل راح تصبح أصعب وأبطأ ومن الأس وعندها يصبح من السهل إيقافها والتصدي لها واكتشافها في المواقع التي تقوم بتنفيذ مستوى عالي من الحمايه يتم استخدام ما يعرف بالمان تراب يعني عباره عن الفخ حيث تقوم بطلب التعريف البصري كمصادقه للوصول وكذلك المان تراب يجعل من الصعب التسلل لموقع لانه لا يسمح لشخص واحد فقط او شخصين يتم تمريرهم في نفس الوقت وسميت بالمان تراب او الفخ للرجل وهي تحتوي لكونها تحتوي على اكثر من باب تمر من خلاله لكي تدخل على الموقع. هذه الابواب كلها مغلقه وعند فتح باب مثلا بطريقه الكرت الممغنط فيجب عليك اغلاقه اولا للانتقال الى الباب الثاني والذي لكي يفتح يطلب منك نوع اخر من المصادقه مثل بصمه اليد. فاذا تم فتحه تنتقل الى الباب الثالث بعد أن تغلق الباب الثاني والذي يطلب منك نوع آخر من المصادقة وهكذا في حال وصلت إلى باب معين من هذه الأبواب ولم تقم بإدخال المصادقة الصحيحة عندها يتم احتجازك حتى تصل إليك الشرطة وتلقي القبض عليك لتحقق معك يتم بناء المان تراب من زجاج ضد الرصاص وأبواب في غاية القوة وشديدة الاقفال وتحتوي على كاميرات مراقبة وقد يقوم حراس مسلحين بالتواجد حولها وبعض أنواع المانترابز تحتوي على موازين لوزن الشخص الذي يمر من خلالها وذلك لأن الوزن يمكن استخدامه كعامل للمساعدة في تحديد هوية الشخص كذلك يتم استخدامه للتأكد من عدم تسلل شخصين في نظام المانتراب مثلا إذا كان طبعا إنه يعني تم إعدادها فقط للسماح بشخص واحد بالمرور مثل اذا وجد المان تراب ان الوزن هو ثقيل جدا عنده يقوم بارسال اشاره الى حارس الامن ليتاكد ان الشخص المصرح له لا يقوم بتمرير شخص اخر غير مصرح به معه. شوفوا عندي هنا مثلا امثله على المان ترابس عشان نشوف فكرتها. لاحظوا معايا هي عباره عن بابين. انت اول شيء تدخل من الباب الاول وتقوم بعد ذلك باغلاقه الباب الاول عشان يفتح معك يحتاج منك بصمه كرت ومغنط الى اخره بعد كده لابد ان تقوم باغلاقه وراح تصادف ان عندك باب اخر امامك فانت ايضا راح تستخدم مصادقه اخرى مثل مثلا انت استخدمت هنا كرت ومغنط مع الباب الاول هنا راح تستخدم البصمه نفس الفكره هنا ايضا فكره بابين عندي هنا برضو صورة انه كيف انت ممكن تدخل مثلا هنا للكور روم او التاتا سنتر اول شيء عندك باب لابد انك تفتحه من خلال كرت مغناط مثلا الباب الثاني من خلال البصمة اذا نجحت في فتح باب واحد قبل انه يسمح لك انك تحاول مع الباب الثاني لابد ان تقوم باغلاق الباب الاول بعد كذا تقوم مثلا بادخال البصمة في الباب الثاني خلينا نفترض ان البصمتك غير مسجلة فعندها لن يتم فتح هذا الباب ولن يتم فتح الباب الاول وراح يتم ارسال تحذير مع وجود طبعا كاميرا مراقبه وارسال تحذير الى مكتب الامن المسؤول عن تامين الموقع تامين الموقع اذا شافك من الكاميرا وشافك انك شخص غير مصرح فيه عندها مباشره راح يبلغ الشرطه والشرطه تاتي لتقوم بالتحقيق معك طبعا كل ما زاد أهمية حماية موقع معين كل ما زاد عدد الأبواب يعني في بعض المان ترابس يعني غالبا احنا نجدها بابين مثلا لكن لا ممكن في أنواع نلاقيها بثلاثة وأربعة أبواب فحسب كل ما زاد أهمية الموقع كل ما زاد عدد الأبواب اللي راح تصادفها في نظام المان تراب لمؤسسة أو لشركة أو جهة حكومية معينة بريميتر سيكيورتي: المحيط الأمني سواء كان الفيزيائي أو التكنولوجي هو الخط الدفاع الأول الخاص بك، والهدف منها هو منع الغير مصرح به للوصول إلى الموارد الموجودة في داخل المبنى أو المنشأة حيث يتم تأمين المحيط. الخاص بالموقع وذلك تأمينه أمنياً باستخدام الأقفال والأبواب ونظم المراقبة وأنظمة الإنذار ووضع حارس أمني هذا على المستوى الفيزيائي أما على المستوى التكنولوجي فبيتم تأمين الراوترات الحدودية وأنظمة كشف التسلل وجدران الحماية والتي تقوم بمنع الدخول الغير مصرح به تذكر أنه مهما كانت تحصيناتك الأمنية قوية فإن ذلك لن تمنع التسلل بنسبة 100% ولكنها تجعل الاقتحام أصعب مما يقلل من نسبة نجاح التسلل بشكل كبير وفي حال حدوثه فان ذلك راح يؤدي الى سرعه اكتشافه والتصدي له. السكيورتي زونز المناطق الامنيه وهي طبعا المنطقه الامنيه للسكيورتي زون هي منطقه في مبنى بتكون صاحبه اعلى مستوى امني وهي مثل مراكز البيانات او الكور روم وكمسؤول حماية فأنت في حاجة للقيام بتقييم مكان عملك وتقسيمه إلى مناطق وتحديد مستوى الحماية في كل منطقة. كذلك تحتاج إلى الإجابة عن الأسئلة التالية واللي هي ما هي المناطق التي تمثل البعد الفيزيائي الجغرافي لمكان عملك وهي مثل المباني الطوابق المكاتب إلى آخره. النقطة الثانية ما هي المناطق التي يمكن للجميع الوصول إليها من المصرح لهم وغير المصرح لهم بحيث يمكن مثلا للزائر الوصول إلى منطقة الاستقبال ومنها يتسلل إلى الأماكن الغير مصرحة له بالدخولها النقطة الثالثة، ما هي المناطق التي يُسمح للموظفين بالتحرك فيها بحرية؟ وهل أنت متأكد من عدم إمكانية دخول الزوار والضيوف إلى هذه المناطق؟ النقطة الرابعة، ما هي المناطق التي يسمح لمهندسي ومسؤولي الشبكة بدخولها دون سواهم؟ وهي مثل غرفة السيرفرات. هنا، كيف ستقوم بإبعاد الآخرين والتحقق من دخول المهندسين المصرح لهم فقط دون سواهم؟ النقطة الخامسة، هل هناك مناطق أخرى تحتاج إلى تأمين؟ هذه الأسئلة يجب الاجابه عليها ومن ثم تنفيذها على الموقع ويجب عليك بعد ذلك تقييم الموقع بشكل روتيني للتاكد من ان المناطق هي تقع ضمن الخطه الامنيه التي قمت بوضعها كذلك على مستوى الشبكه تستطيع ان تقوم بتقسيمها الى مناطق وكل منطقه تملك التدابير الامنيه الخاصه بها تماما مثل الامن الفيزيائي حيث نقوم بتقسيم الشبكه الكبيره الى مجموعه شبكات اصغر في الحجم مثل شبكه لكل قسم من أقسام الشركة وذلك من خلال ما يعرف بالفيلان. البارتشنينج أو التقسيم تقسيم الشبكة هو مثل تقسيم مبنى من خلال الجدران حيث يصبح لدينا شقق وكل شقة هي منفصلة عن الشقق الأخرى رغم وجود جميع الشقق في نفس المبنى. نفس الفكرة في عملية تقسيم الشبكة حيث يتم تقسيم الشبكة الكبيرة إلى مجموعة شبكات صغيرة كل شبكة مستقلة عن الشبكات الأخرى رغم وجودهم كلهم في بنية شبكية واحدة وفي موقع واحد. وهذا يجعل الشبكة أسرع كونها قمت بتقسيم مجال البث الواحد البرودكاست دومين إلى عدد من مجالات البث أصغر حجما كذلك بيزيد من درجة الحماية لأن كل قسم راح يكون منعزل عن القسم الآخر وكذلك بيسهل إدارة الشبكة القياسات الحيوية البايومتريكس وهو نظام بيستخدم السمات البيولوجية الفريدة لتحديد شخص والتعرف عليه وهي مثل بصمة الأصابع بصمة العين بصمة اليد بصمة الصوت أو بالاعتماد على الـ DNA اللي موجود طبعا واللي فريد من نوعه في كل شخص كذلك من الممكن استخدامها مع الباركورد الباركود الموجود في البطاقة او جواز السفر حيث يتم استخدام البايومتريك للتحكم بالوصول وتحديد المسموح له من غير المسموح له جهاز البايومتريك يجب ان يتم ربطه بجهاز كمبيوتر والذي سوف يقوم بتسجيل جميع عمليات الاستخدام للدخول البايومتريك اصبحت تنتشر على نطاق واسع بحيث يتم استخدامها في عمليه السماح للدخول كذلك لتسجيل الحضور والانصراف وايضا اصبحنا نراها مع بعض اجهزه اللابتوب بتاتي مدمجه وذلك بهدف تامين اللابتوب كذلك نجدها مع الهواتف الذكيه كنوع من انواع الحمايه. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه هذه الرساله اتمنى تكون وصلتكم الرساله كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته